لو الحكاية فيها إن فيتو مقر وزارة التنمية الإدارية، وفي ضيافة الأخ العزيز معالي الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية، الذي دوما تتلاقى جهوده وآرائه المخلصة لا سيما في مجال مكافحة الفساد مع رؤى وزارة العدل وتوجيهاتها في ذلك المضمار الهام. كما أنه يسعدني أن أشارك تلك الكوكبة من الحضور في هذه الندوة الهامة التي تدور محاورها دور مدونات السلوك الوظيفي في تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية، والتي هي الركن الركين والأصل الأصيل في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه. سيداتي والسادة الحضور، تحط مصر اليوم صفحة من أهم صفحات تاريخها، صفحة يشخص إليها العالم وسيظل ينهل منها لعقود طويلة مقبلة. فمصر اليوم تبدأ عهدا جديدا حددت معالمه خارطة طريق تقوم على أسس ديمقراطية جلية، وتؤسس لانطلاقة حقيقية لشعب صار فكانت ثورته منارة لشعوب العالم كافة. وأحسب أن هذه الفترة التي تمر بها مصر الآن، والتي تشهد البلاد فيها تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى، هي من أهم الفترات التي تمر بها مصر وأبرزها عمقا، لأن تلك التحولات التي تشهدها مصر تستلزم منا جميعا نهضة تشريعية وإجرائية تلبي تطلعات وآمال الشعب.